هذا هو هذا هو يا اخي، شكله رهيب والله رهيب، مو نفس اللي في الاونلاين. روح طاح بالفخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمقطع هذا راح اكمل تختيم اللعبة الاسطورية Red Dead Redemption 2 مترجمة للغة العربية. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. اليوم بكمل تختيم اللعبة الأسطورية سيدة الألعاب Red Dead Redemption 2 مترجمة للغة العربية، القوائم والحوارات، ومثل ما قلت واللي تابع السلسلة اني راح اسوي له تختيمة كاملة، المهام الرئيسية والجانبية، وممكن التختيمة تطول معاي، ممكن ألعبها بأسبوع مرة أو مرتين، ممكن أسحب وأرجع، ولكن راح أحط لكم قائمة تشغيل ممكن تتابعون التختيمة كاملة. حلو حلو. طبعا هذا مخيمي الاسطوري، خلونا نشوف شنو عنده. اذا اخبرني، هل شعبك مخطئ الشاق اللي عاقبه ام الانجليزي عارثر؟ اوكي يقول ما في سياسة عندنا، because there ain't no judgment. لا يوجد حكم هنا. اوكي بدت الاجنده. اوكي يقول نحن نكره الزنوج والهنود الحمر. مع نفسك طبعا. زوجان من الملاعين. حلو. يقولوا انا قاعد اتمشى حصلت لي زوجان من الملاعين. He tells me they're a stick-up crew. Says they. الملاعين هما الخارجين عن القانون. Emerald Ranch. Nice fella he was. Shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. You believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. We saw three of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real easy. حلو، في مهمة سرقة. بقولكم شغلة. Let's go check it out. Damn sons of bitches think they're mean. حلو، هذه مهمة ممكن تكون سريعة. بقولكم شغلة، Red Dead Redemption 2 لعبة أسطورية من أفضل الألعاب، وأنت تلعبها تحس في شعور غريب، ولكن اللي خرب على اللعبة وممكن حرمها من لعبة السنة بعد المنافسة مع God of War هي التختيمة. أو ايش في خيري ما يبي يركض، اركض حبيبي. اللي قتل اللعبة شنو؟ هو البطء باللعبة. الحين أنا طالع مهمة، بخليكم معاي شوي بوريكم شغلة. الحين أنا ركضت خلاص، الحين أنا ما أقدر أسوي سكيب، ومجبور أني أتبع شون لحد ما يروح للمكان اللي يبيه. ممكن يأخذ له دقيقتين، ممكن يأخذ له ثلاثة. تقدر تتكلم معاه، تضغط الـ L2 تدردش معاه، تأخذ لك حوارات، صراحة شيء حلو. ولكن في ناس ما تحب، يقول انا ما ابي الحوارات هذه، ابي اروح ادش على المهمه على طول. ولكن في ردد، او اللي خرب على ردد هو اللي متفق عليه النمط البطيء. شوفوا بخليهم الحين يروحون، ما اقدر اسرع، ما اقدر اسوي سكيب. انا من نفسي استمتع بصراحه في مثل هذه الامور، ولكن في ناس ما تستمتع، يقول يا اخي بدش المهمه على طول. فهذا الشيء اللي ممكن خرب على ردد، واللي هي تستحق لعبة السنة بجدارة. يلا روح شوف المهمة. بقول لكم كم خذ معي وقت من طلعت من المخيم لحد ما وصلت للمهمة. حلو، الحين وصلنا. تقريبا خذت معي بس الركض بالخيل ثلاث دقائق دقيقتين ونص، وانت ما تقدر تسوي شيء. لازم تتبع شون، لازم. اوكي حلو، قال ما نبيهم يسمعون صوت اقدامنا. اوكي حلو، يقول لازم ان نخلي واحد على قيد الحياة علشان نستجوبه ونعرف وين حاطين الفلوس. واضح حرامي شون. ها والله طالع ما هو سهل، يعني إذا كانوا مثلا موجودين أربعة نشيل ثلاثة ونخلي واحد ونستجوبه.
بعد راح يعلمنا على كل شيء طبعا. فن طبعا هني اللي يقولون عندنا قانون قابة. ما في قانون، قانون قابة، سوي اللي تبي ما حد يحاسبك. حلو تمام. اللي بيروح لهيه مو شيء، وانا اروح انا بحاول اني شنو اسوي، بحاول اني ادش الكوخ هذا، بس بجهز سلاحي اذا صارت ما صارت بمحطهم كلهم. طبعا صحتي خايس ترى، عندي ذهب، انا عندي ذهب ما بعته لحد الان، وعندي فلوس وعندي قاعد يكلم اشوفه. يقول سأمنحك 5 ثواني لتخرج من ممتلكاتي يا فتى. خلنا نشوف شو يقول. There were a dozen of them coming up east. What? Where? Right here. Oh, bob. صارت. هذا واحد. عطى هيد. لا في واحد استجوبه. هذا استجوبه، هذا خربطه. تعال. هذا بخليه مربط. وقال لي نبي واحد حي، بنخلي هذا مربط والثاني يشيلهم. حلو ربطت هذا، يلا سريع. ايم. حلو. هذا واحد بعد. اوف، لا هذا شيل، هذا شيله. نستجوب هذا. تعال. من فضلك لا تطلق النار، انا قيد مسلح. اوكي. هدده. خلف الجدار. يقول لي اذا قال لي اذا تبي تعيش علمنا وين. خلوه سريع. قال خلف الجدار. وين خلف الجدار؟ اخذ كل شيء موجود. اوه بالمشاي يسمونه لغو هني. وات؟ شنو لغو؟ اوب في سلاح تحت بعد، نايس. يقول تحصل الفلوس خلف الجدار. زين وين الجدار؟ انا ما قاعد اشوف شيء. شوف السلاح. اوب. حلو، مسدس مزدوج، تمام. ناخذ، اشوف هذا. اوه مال بعد. $10. حلو. اخذ الرصاص. طبعا اخذ كل شيء، لا تخلي شيء. طبعا اللي تابعني يعرفني، يعرف اني اموت على الترويت، اموت على الترويت. سيناتور، اسمه سيناتور. بطاقة سجائر، اوكي. خلينا نكلم شلون، شو الموضوع. ابحث في الهوم ستيت. اوكي حط لي علامه بالزاويه. ازاله اللوح الخشبي، ليتس جو. طبعا هذه المهمه سريعه، مهمه سطو. عمل جيد، مهلا. اعطني قطعتي. يقول لا تنسى تعطي المخيم. لازم في قطية بالمخيم. طبعا هذه مهمة سريعة خلصناها. شنو حصلنا؟ طبعا حصلنا على فلوس ونهب. الله على الكلمة نهب. طبعا التلويت في طور القصة بطيء شوي، مو نفس الاونلاين. الاونلاين تقدر تاخذ التلوته بسرعة، بس بالقصة لا، تشيله. شوفوا تشيله وتلوته وتحذفه. هذا النهب منشط الحصان. حلو، يلا اخر واحد، بعدها نروح ل شكله في مهمة جانبية. تصدقون اي والله طلعت لي مهمة جانبية. والله بشوفها اذا حلوة. اذا شوفوا اذا المهمة حلوة بخليها من ضمن المقطع، اذا سيئة بسحب عليها ونكمل التختيم. تمام، خل نروح نشوف شو الموضوع.
coming. رهيبة اللعبة، تتعب 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 وتقول رهيبة، تتعب وتقول رهيبة قسما بالله. يا حبيبي المهرج هذا طيحات أغراض، إيش موضوعك يبا؟ أنا مدمرة. مدمر. كيف حالك؟ Who wants to see a woman wrangle wild animals who doesn't have any bloody wild animals? Come to America, they said. Come to the land of opportunity, they said. Sod you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I didn't want to be in the army. Ooh. Now look at me. هذا من كسرة، شوفوا. هذا شكله مهرج أو. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. رهيب. Watch her tame wild beasts. شاهد وهي تروض الوحوش البرية. Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage, grease paint, tears. No one wants to see a man wrangling wild animals, and no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? I want to shoot myself. You see, I'm buggered. What? My animals. They escaped, and now I'm buggered. يقول حيواناتي هربت وأنا منزعج. نمر. حمار وحشي. From the plains of Ongo Bongo by the shores of the Limpopo. And a magnificent. وأسد. From the grasslands of Tanganyika. واو. Yeah, see your problem. They're pretty hard to come by around here. يقول من الصعب جدا الوصول إليهم طبعا. في نمر وحمار وحشي وأسد. Will you bring them back here? If I see a tiger or a lion. Roaming around. Exactly. If, well, I believe the zebra's up near Lonard Sod, distinctive creature that he is. I'll make it worth your while. All right. ممكن يعطيني مهمة. Madam. أتمنى يعطيني يقول يروح جيب لي مثلا أحد الحيوانات راح أجيب له ما في مشكلة. خشف نقدر أكلمه ولا لا؟ هذا إذا لقينا الحيوانات. إذا لقينا النمر أو الحمار الوحشي أو الأسد ممكن نصيده ونجيبه له. بس عاد شوفوا إذا حصلنا إن شاء الله راح نجي. بس طلعت لي مهام، نفتح الخريطة. طلعت لي يا طويل العمار، أوكي. هذه واحدة، هذه ثنتين، هذه ثلاث. طبعا هذه مهام المهرج. والله بجيهم. بروح له يلا. ممكن يكون المقطع اليوم هذا خاص في المهرج. اتمنى تكون حلوة، اتمنى تكون ممتعة. يلا نروح نشوف. الحين وصلت لأجمل مكان في ريد ديد، واللي تابعني بالأونلاين يعرف ان هذا أجمل مكان بالنسبة لي. طبعا النيو هانوفر او مزرعة الإميرالد. فشنو عندنا؟ عندنا مهمة البريطاني اللي هي تكرمون الحمار الوحشي، لازم نجيبه. وعندنا ليلي ميلت فلوس، وعندنا تشيك ماثيوس هم فلوس. فنخلص اول شيء من شنو؟ نخلص من الفلوس، بعدها نرجع للحمار الوحشي. حلو حلو، لان الحمار الوحشي اذا خليناه راح نسلمه حق البريطاني طبعا. ولكن المهام او مهام الفلوس اللي في المزرعة نخلصهم ونطلع مرة واحدة، تمام؟ بس نشوف شنو موضوعهم. ما اتوقع ان لهم علاقة في البريطانيا اساسا. حلو، الحين وصلنا للأوف عليه غرامة 121. ليش؟ اوف والله ما ادفعها. حلو، في واحد مدين هني، في واحد مطلوب ولازم ناخذ الفلوس منه. الناس في المنطقة لازم نبحث عن المدين. بس شنو المدين؟ شنو اسمه؟ ابحث عن ليلي ميلت في مزرعة الزمرد. حلو، صدقون أول مرة أدري اسمها مزرعة الزمرد. وينك وينك يا ليلي ويا ليلي ويا ليلي؟ ما في بشر نسأله شيء.
يهو يا عرب. هذا واحد تعال. سؤال. نعم. نسأل الحبايب. هاي جايز. Miss Millet, the ranch maid. You know where I can find her? هذا أعطاك ياها من الآخر. You know where Lily Millet is? Don't know where she is now, but she's probably with Cooper. مع كوبر. وين كوبر؟ عارفة عشان أعرف كوبر. هذه هي يمكن. اي والله هذه هي. هاي ليلي. Now I told you I'd get you the money next week and I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you take that tone with me. I thought you said you loved me. الله طلع الصبح يا سلام هذا وقته. But what I get paid ain't enough for one person let alone two. شو شنو موضوعها؟ It's got to be your problem now. The only problem I got is this bleating going on in my ear. Lily. كوبر. Where's our money? أين أموالنا؟ That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. هذه عليها دين لازم تسدده. I guess we got a big problem, don't we? Cooper. كوبر. Give him what شكله you got. صديقها كوبر. I ain't giving him nothing. أنا لا أعطي المال. أوف 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 يا قوي. أوف ديلو. إيه. كوبر ها؟ ألقم بس. ألقم بس. دي يا وحش يخلقه. اوبا والله صرعته. نهب يلا نهب. اموال ديون ليلي. هاي ليلي خذيناهم طرق. شوفوا انا تختيمة اللعبة موقفها يعني كل فترة العب لي مقطع، ولكن تذكرت في بداية اللعبة أول ما لعبت كان في شخص بالمخيم نقدر نقول تاجر وهو مسلف ناس فلوس ويبي يرجعهم. أتوقع أن هذه من ضمن الناس اللي عليها دين ولازم نرجع فلوسه. لو ترجعون للمقطع الأول يمكن أو الثاني في واحد بالمخيم عندنا كلمته بس نسيت اسمه، فيقول لي أني أنا أعطي ناس فلوس، في ناس رجعت الفلوس في ناس ما رجعتهم. ليلي من ضمن اللي ما رجعوا فخذيناهم طرق على قولتهم، على قولة اخواننا الاردنيين والفلسطينيين خاوة. خلنا ننتظر بس عشان نروح للمهمة الثانية. لازم نروح لهذا، هذا هم مطلوب ولكن مقفلة لاني انا مطلوب، هو مطلوب وهي موقفة لان انا مطلوب، فلازم ننتظر لحد ما يخلص الوونتد اللي عليه وارجع. حلو الحين راح الوونتد، لازم نروح وناخذ الفلوس من الشخص المطلوب. راح يكون في هذا المكان. هاي شخص غريب، خلنا نسأل هذا. I was told I could find a Chick Matthews up here. Chick Matthews? Might want to talk to that fella over there. Nah, I'm just here to work for the season. قاعد يقول أنا قاعد أشتغل هني، ما لي شغل بالموضوع. روح أكلم هذا. Hi. You Chick Matthews? Oh no no not me sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. هذا هو الكلب. سريع. يخرب بيته شفتوا؟ يخرب بيته. قال لي مو انا، شوفوا المستوى الثالث. لا 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 خيلي تكفى. يخرب بيته طلع هو. هارب شوف. عارف نفسه انه مطلوب. والله ما اخليك اليوم. الكلب سألته قلت له، قال لا مو انا. واخر شوف الخروف. والله خروف غريب قسما بالله. يخرب بيتك قلت له انت، قال لي لا مو انا. والله ما خليك اليوم، والله ما خليك اليوم. ترد الفلوس، ترد الفلوس يا كلب، ترد الفلوس يا ماثيو، ترد الفلوس. تعال 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 يا حلو، تعال ارجع يا حلو للساحه.
الحين ناخذهم طرق بعد. انا ام القوة يا ارثر، والله لطحتك بالطين ولعبت بحالك لعب. خليني لوته ولا شنو؟ لوته. اوه خريطة كنز، خريطة كنز، ليتس جو. يلا يلا تطلع. خليني افتح له، لا 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 افتح له قطع. خليني افتح له. والله لطخت وجهه بالطين. يلا انقلع يلا. يلا امشي يلا. صدق ما تكفوا امانه. شنو عندنا الحين؟ الحين عندنا يا طويلين الاعمار ليش المهمة اختفت؟ المفروض اني اروح للحيوان، ليش اختفى؟ خلنا ننتظر شوي ممكن تبين. الحين خلصنا من المدانين وخذينا الفلوس قاصب طرق خاوة، ولكن ليش اختفت المهمة؟ لأن في عندي خريطة كنز رحت خذيتها، بعدين بينت عندي مهمة تكرمون الحمار الوحشي، فلازم ناخذه ونوديه للمهرج. شوف الجمال، شوفوا طبعا الحظيرة هذه قزرتها عليها تجزيرة بالأونلاين مو طبيعية. وينك وينك يا الحمار الوحشي، ويا الحمار الوحشي وينك وينك، أنت مطلوب للمهرج. المفروض انه يكون هني. والله لاعب يميت جوع وانا ساحب عليه. انا اسف حبيبي. وينك يا لحمارنا الوحشي؟ هذا هو. تعال حبيبي انت مطلوب للعداله. تعال تعال ايزي بوي. والله هو خير يوم انك تقول ايزي بوي. لا لا ما اقدر. اوب صوته واقف يا حمار. الحين اذا قلت له يا حمار قاعد السبه يعني. تم تحديث الخلاصه. الله شو شو. اوه هين هين يا الحمار الوحشي. الحين لازم هلا على الصوت الخايس. والله الاستمنة عنده سيء. الحين لازم نوديه ل طبعا المهرج. هو هذا المهرج اللي والله تعب، اللي بالريسك عرفتوا، اللي عنده حيوانات اسد ونمر يقدر يسوي حركات للناس. اقدر اوكله ولا ما يصير؟ والله اقدر. اوه رهيب، والله رهيب. والله سحبت على الحين خيلي غار. والله خيلي الحين قار. يقول شلون يسوق الحمار ويخليني يا حبيبي. شو اقرا عندي مهمه الحين. يلا خروف سلمى. ايزي حمار. يلا وصلنا وصلنا. خلنا ناخذ له صوره، ممكن نخليها للصوره مسقره، لان مقطع اليوم عن مهمات البريطاني هذا اللي هو المهرج. امسك حمارك، فكنا من حمارك. مسميه زبرة اتوقع. صراحة كاركتر رهيب، بصراحة كاركتر رهيب. Trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. كاركتر رهيب، حبيته والله. The allure of the stage. Dreams and reality. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast. بعد راح يكون الأسد والنمر، راح يكون شيء خطر أتوقع. اركب اركب اركب، جعل ما اركب غيرك. It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams. يذكرني تدرون بمنو؟ يذكرني يذكرني في سيث. عرفتوا سيث اللي في ردد ريدمشن 1؟
هذاك شيء مجنون. But first we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, yes. And taken out. الحين يتكلم عن النمر. They're down there on Callagher Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. حلو تمام. الحين راح يعطيني مهمة ثانية من مهام البريطاني. هذه تحت. البحث عن النمر. شوفوا بصراحة الحمار يعني الحمار سهلة يعني ولكن النمر ما أتوقع أنه راح يكون سهل. لا تكفى خيلي والله خيلي شكله زعل صدقون قام يغار وما قام يمشي وراي. لازم أروح اسطبل أدش اسطبل وأطلع صح لأني ما أعرف أطلب الخيل والله فلازم أروح شوف 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 خيلي وين فلازم أروح أطلبه من اسطبل لأنه مو نفس الأونلاين أطلبه بأي مكان مو كيفي صح والله ماني متأكد صراحة بس خل نروح نسطبل بعدها نرجع لمهمة النمر ونجيب للنمر يستاهل وينك وينك ينمر وينمر وينمر جاي أنا أصيدك ولا أنت اللي تصيدني طبعا النمر راح يكون مفترس تعرفون يعني النمر تعرفون بالأونلاين ايش سوى فيني قطعني والله قطعني طبعا الحمار الوحشي كان سهل ولكن عندنا نمر وبعده أسد شخص غريب هاي هاي مستر أوه مس هاودي مستر بنت بنت مشحططة أنوثة صفر نا found your caravan down the way Margaret said that you might need a hand Oh you weren't wrong that tiger's missing I sent our best lion out to find him and أرسلت أفضل أسد It is a right old predicament. You أرسلت أفضل أسد. From Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion. تقول قد يكون كلب أكثر ما هو أسد. Of course. Which way to go? Into them shrubs over there. Okay. Why don't you hop up? تقول إنها أرسلت أسد يبحث عن النمر ولكن قد يكون كلب أكثر من أسد. والله واضح انها تستهبل عبيطة هذه التنشيط عين النسر اللي هو الايجل اي خبره خبره اونلاين خبره خلنا نتبع الاثر مره واحده بالاثر هناك شايفين والله لاعب جوعان ما عاش اللي جوعك اف عليك بس هذا هو يخرب بيتها شوف شو مسويه يخرب بيتها شوفوا قصة قصة للكلب كأنه أسد يعني لهالدرجة عبالها النمر غبي قطع النمر تخيلوا والله ضحية مجتمع الكلب طلع شفت شلون الكلب قصة قصة أسد يعني تخرع النمر فهمت شلون؟ والله واضح هذه مخها شوف شكله مسكين والله شو ذنبه زين هذا شو ذنبه الحين؟ والله شكله النمر بيسوي فيني نفس ما سوى بالأسد ضاع الكلب في العربة هي شنو قالت؟ قالت أرسلت أسد قد يكون كلب مو أسد فهمت شلون؟ اليرقة يصل انتظر بجانب معالج الحيوانات حلو ممكن يكون ما في مواجهة تصدقون يعني الحين حطينا الكلب كطعم طعم للنمر It ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're lacking zebras and والله حبيت tigers. المهمة حيل. Hey, keep your head down. It's coming. Look, I really don't think she'll هذا هو. Like I said,
هذا هو. يا اخي شكله رهيب والله، رهيب مو نفس اللي فيه الاونلاين. روح. طاح بالفخ والله، طاح بالفخ. انها وحشيه. اقلق طراز كوغر في العربه، يعني لازم اهجم واسكر على العربه. يا اخي رهيب والله، من الجوع ما حس فيني. شوفوا والله من الجوع ما حس فيني. سكر عليه يا وحش. سمعت اللي يقول الجوع كافر، هذا المثل. والله سكرنا عليه يا اخوان. شوفوا يا اخي رهيب، لونه حلو، لونه مو نفس اللون اللي بالاونلاين. ليش؟ والله رهيب شكله. اللي بالاونلاين مبروك والله رهيب، حبيت. يلا يلا، وين خيلي اللي انساه بعد؟ لازم تركز على الخيل. ليش؟ الخيل اذا بعدت عنه وصفرت له يقول لنا مو بمحيطك. لازم تخلي الخيل قريب من عندك، تصفر له تخليه يلحقك، لان اذا ما لحقك راح تضيعه وراح تروح كعاب. يركض. فيلا الوعد عند المهرج. الحين وصلنا، وباقي شنو؟ باقي الأسد. هل راح يكون سهل ولا صعب؟ ما ندري. Playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. رهيب صوت آرثر. Mr. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion? باقي الأسد الهارب. Damn. Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you. But a cow barn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. Got any word on the lion? Yes, yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, hello? I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. باقي الأسد. باقي الأسد. Let's go. نجيبه مع اذنا بعد. يلا خلينا نشوف الحين شنو عطاني. طبعا اليوم راح يكون يوم المهرج. افتح الخريطة. اوه ليه يكون الأسد؟ يس، الأسد راح يكون عند الفنس في المزرعة، مزرعة الزمرد. يلا على المزرعة على الطول. بس طلعت لي مهمة ثانية مكتوب الأس. هذا شنو؟ هذا يصور الحيوانات البرية. لا ما نبيك حبيبي. حبيبي حنا نبي شنو؟ حنا نبي الأسد اليوم. اليوم نبي الأسد. الحين شنو؟ ملك القابة، الأسد، ليون، الهيبة. سموه مثل ما تبون تسمونه. الله سبحانه وتعالى عطى هذا الحيوان قوة وهيبة، خلى كل البشر تهابه، كل الحيوانات تهابه. لقد حصلوا علي، يجب ان اذهب الحظيره. اوكي شكله داخل يا اصدقاء. ليتس جو. ما هذه الضجه يا شباب؟ لدينا مخلوق ملعون هنا، انه كبير مثل البقر وحقير مثل قطه الجحيم. يا الله هذا كلب يقول. والله آرثر قاعد يستهبل، والله انت قاعد تستهبل عليهم. تنحى. تنحى.
وتنحى وتنحى وخلوا الأسد بوجهي. بسم الله بسم الله. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يقول لي يا فتى يا ساتر ماذا سيحدث يا أصدقاء داخل هذه؟ هل ستحدث مجزرة؟ تسمعون صوته؟ والله لعب بالأمة لعب. شوف شوف قتل هذا. وقتل البقرة. ابحث عن ليون. دعيام يا ليون. والله عندي 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 أكثر من مكان تصدقون. لازم نتبع الإيجل آي. خل نشوف هذا المكان. لا لا مو هذا لأن هذا خارج الزون. والله هذا هو هذا هو. لا 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 دقيقة دقيقة. هذا هو يا أصدقاء. هذا هو هذا هو. ليتس جو. شوف وجهه. والله هيبة والله هيبة. اهدى اهدى ايزي. اوف لا هجم علي. اوف يس 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 يس. والله كان بيشيلني. مكتوب خذ الكأس. مهمة اكتملت. ليش يقول يحول ناخذ تفاصيل؟ ما نبي تفاصيل حبيبي. خلنا ناخذ ال اوف قطع رجله. يعني معناته ان نذبح الاسد لان اسد ما نقدر ناخذه. لقد قمت بجمع المكونات. حلو. شوف ايش سوينا. قطعنا رجله. ايام يا الفخامة. انا اسف يا اسد. انا اسف جدا جدا. الحين نروح وين؟ نرجع للمهرج. اتوقع انه كافي يعني. بس اتوقع هني نسلم. حلو. هو قرب لي. هو كأنه قرب صح؟ ممكن قرب لأن العربات قامت تمشي. أتوقع طلباتها كثيرة ما راح تخلص فصعب أخلصها بمقطع واحد. المقطع هذا ممكن يطول. ممكن يقعد ممكن أكثر من نص ساعة. تخيلوا مهمة جانبية لحد الحين أنا ما تقدمت باللعبة. شيء فخم شيء فخم صراحة. يعني أنا استمتعت بالمهمة هذه جدا. لهذا أنا حاولت إني أخلصها كاملة. فأنا صراحة سعيد جدا في هذه المهمة. والله خلينا نكلمه. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? Steady on. I clearly stated that we were looking for... You haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I know. A goose? We'll hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel يعني معناته انه هو يبي الاسد بس انا ما جبته له. Well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell. This is Rommel, boy. Well, it was him or me. Now, pay me.
تفعلي. يا ويلك ما تتفعلي، قطك بالقفص عند النمر. أنت محظوظ. From the mines of El Dorado, الله. As green as the rainforest, as clear as the blood money, and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this. وإذا في مهام ثانية راح أكملها ما راح أخليه. Wait, I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. الله. Sally, get the wagons moving. Ain't we waiting for the lion? He's in the great hunting ground in the sky. شيء متعوب عليه والله. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be talking. أتمنى أتمنى أصادفه ثاني مرة. أتمنى مهمة مكتملة. أتمنى أصادفه ثاني مرة لأنه رهيب. رهيب 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 رهيب. وهني أكون وصلت لنهاية المقطع. شكرا لكم على المشاهدة، نشوفكم إن شاء الله في مقاطع قادمة. سلام. See you.